Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal muslimun, laqad basyarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima urida fil kitab wa sunnah bi anna al khilafah ar rasyidah ats tsaniyah ala min hajin nubuwah sata'udu bit ta'kid insyaallah. Wa qad ashal muslimun hayat ad-donki wa dhulli wal hawani fi zulumatil hadaratil gharbiyyatil qatilah illa anna Allah wa'ada alladhina amanu wa'amilus salihat باستخلافهم في الأرض وإبدال خوفهم بالأمن والأمان وهذا كله سيحدث في ظل دولة الخلافة بإذنه تعالى وبعودة الخلافة الراشدة الثانية ستعاد للأمة كرامتها وعزتها ثم تحقق النصر تلو النصر وستفتح روما بإذن الله كما فتحت القسطنطينية التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من سنة الله تعالى في النصر أن يأتي من خلال العمل الجاد المجد الذي يقوم به عباده الصادقون المخلصون من أبناء المسلمين ومع عودة الخلافة سيفرح المؤمنون ليس فقط بفتح روما لكن الذي سيكون له شأن كبير هو تحقيق وعد الله بحكم المسلمين للعالم مشرقه ومغربه إن شاء الله وفي ظل الخلافة سوف تخرج من أرضنا خيراتها وتمرها البركات وينشر الله رحمته وسوف يتمتع جميع الكائنات بنعم الله جل جلاله وهذا العالم سيعمه الأمن والأمان كما كان حاله في عهد الخلافة الأولى وفي الحقيقة لا توجد أي بشارة تجعل المسلمين في العالم أكثر سعادة من عودة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وليس للعاملين المخلصين الذين يعملون لإقامة الخلافة وإلا عند دين الله أجرا إلا رضا الله وفوقه فضل عظيم هو جنته تعالى إنه كريم حليم وبعد مضي 100 عام على حدم الخلافة فحي أيها المخلصون الغيورون على هذا الدين دعونا نخلق تاريخا الذي سيجعل أسماءنا مشهورة بين أهل السماء حي على العمل لإقامتها من جديد أيها المسلمون أقيموها أيها المسلمون في الذكرى المئوية لهدم الخلافة حزب التحرير.